10 علامات تكشف تعاسة الرجل حتى وإن حاول إخفائها. أولاً، التباهي المفرط بالنجاحات والإنجازات كمحاولة لإخفاء شعور داخلي بعدم الرضا. ثانياً، العزلة، الاعتذار المتكرر ورفض دعوات الخروج وعدم الرد على الرسائل. ثالثاً، عدم الاهتمام بنفسه وإهمال احتياجاته وتخطي الوجبات. أيضاً، الانغماس في العادات الضارة كالتدخين. كذلك الانخراط في العمل كأداة إلهاء وهروب من المشكلات الشخصية. فقدان الرغبة والتوقف عن الاهتمام بالهوايات حيث تصبح عبئا ثقيلا. اضطرابات النوم، فالتوتر والأفكار المتسارعة تغير أنماط النوم وتسهم في السهر لوقت متأخر. الفكاهة الزائدة قد تكون قناعا للتعاسة حيث يستخدم الضحك للتغطية عليها. الحساسية تجاه النقد، غالبا ما يأخذ الأمور على محمل شخصي ويشعر باستهدافه من قبل الآخرين. أخيرا، الانسحاب العاطفي، وهي أهم علامة، فيصبح بعيد وغير ميال طبعا، ويجنب نفسه من الألم العاطفي أو الخيبة.